3, 2, 1. خلي قصتنا تغلي دراما دراما ماني قادر عالكوميدي يا نيشان. خلي قصتنا تغلي دراما دراما ماني قادر عالكوميدي يا نيشان. عالجرح لا تحط ملح رشة كمون واعطيها فوق الرشي عصرة ليمون. خلي قصتنا تغلي دراما دراما ماني قادر عالكوميدي يا نيشان. تتعلم ليش بتمعنش على الكمون وبتبيع بقشرة ليمون. الله لا لا شو متأخر؟ ما انه صارت الساعة 7 يعني. مع السلامة. تضربوا بها قلة الذوق وقلة الأدب. من أولها متأخرين 4 ساعات، ببور السكة للشو. تقبرني طول بالك ها؟ الغايب عذره معه، الله يوفقك كرمال بنتك. هدلا. نعم تقبرني. صدقيني أنا هذا من الأول ما حبيته هذا اللي بصير خطيب بنتك. إيه مع 20 صندوق كازوز ما بينهضم. هلا أنت روق حالك، بس ليزو بدك تضحك ها؟ حاضر حاضر يا راس، حاضر على عيني، حاضر يا قلبي. طول بالك تقبرني ليك وعم يندق الباب، انا قايمه افتح. مع السلامه. افتحي. شلون شلون؟ مرحبا. اهلا وسهلا. اكيد انت حماتي. بشحمه ولحمه، تفضل. اهلين وسهلين. مين معك؟ ما في حدا، ما في حدا، تفضلي تفضلي. حدا، اهلين وسهلين. تفضلي مشان واجبك، تفضلي. ايه الله يسلم واجبك الهي. اكيد انت عمي. شحمي ولحمي وبلدي. لك احلى عم. اهلين وسهلين. عود 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 مشان واجبك. عود تفضل تفضل. علي علي حماتي علي. ايه تفضل. اهلين ومين سهلين. اهلين وسهلين. هلا انت اللي جاي تخطب بنتي سلوى؟ ليش عدم المؤاخذه موعدين حدا غيري يعني؟ لا انا على هالوقاحه. مين قال لك انه فاتحين تكيه ولا مكتب زواج عقاري ولا مدللين عليها بالجرايد وعم نقول عنا بنت بدنا نجوزها؟ لك ايش بك لنكون كفرنا؟ لوك انا انت حالي بلكي. اسمعني اقول لك، انا من 30 سنه لما خطبت هدلة اخذت معي ابي الله يرحمه وامي الله يرحمها واخواتي 3 وعمومي 3 واخوالي ورحنا لهنيك وصلنا قبل نص ساعه. ومن الادب ما دقينا الباب الا لما خلصت النص ساعه دقينا الباب وفتنا. بقى وين انت جاي هيك لا احم ولا دستور؟ وين تتذكري هتلا؟ تذكر وقتها ابي وابوك الله يرحمهم ما وافقوا. ايه ولولا خالك ابو اديب سلمان واخوه ابو سامر حكوا الله يرحمه ما كان صار النصيب رحمه الله عليه. تتذكري؟ بقى وين 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 جاي هيك؟ وين هلا بدك تحكي لي قصة حياتك؟ عن جد ضيقت لي خلقي ها؟ ايوه شو ضيقت لك خلقك؟ ما ضيقت لك خلقك، بعدين شو اللي عليه مثل خازوق البحر هاي منزل رجل فوق رجل وعم تدخن كمان؟
بتعرف يا الحكي هاد صار الحكاية بدك كاس ويسكي حتى تروق الحشيشة معي؟ هدلا نعم وسوس هو ويسكي؟ ايه تقبرني ايه طول بالك انت ما بتعرف شو ظروفه هدلا نعم اسألي عن ابوه ايه طول بالك انت تقبرني طول بالك ايه حبيبي طيب ابوك وينه؟ ابي من يوم اللي سرق محل السايغ وديعه هو مطلوب ما حب يجي لهون قال بركة ده نطبط علينا الجنائية فجأة اذا حدا فسد عليه ما حلوة مشانكم قدام الجيران ايوه سألي عن أمه إيه بسأله طول بالك أنت إيه حبيبي طيب أمك وين أمك آخ يا هدلا ذكرتيني بالميمة الغالية حرقتي قلبي بهالسؤال هذا يا ستي الميمة من يوم اللي هداك الكلب الفسد على أبي ما هان عليها قامت راحت لعنده خرطه 18 موز كباس أبو 5 طقات نكتة تكراره قاموا عبوها وهي هلأ بالحبس ومات حظه حلو الكلب لحقوا أهل الحارة واحد مسك له مصارينه والتاني سند له معلقه وركضوا فيه لعند الدكتور كمان ركضوا فيه ايه بس وين دك تروح مني يا حدو الكلب والله رح أطولك مهما طال الزمن والله لا أشرب من دمك يا وقت مشان هيك الميمي بعدها بالحبس هدلا نعم الليلة الله يفك أسرة ايه الله يفك أسرة ايه سيدي بقى بتحبوا نقرا الفاتحة لما بيصير فينا مثل ما صار ببيت ابو هاني مشي سبعة من سنين هدلة نعم ليلى شو صار ببيت ابو هاني يعني عدم المؤاخذة شو صار ببيت ابو هاني هذا يا سيدي مشي سبعة من سنين رحت بدي اخطب بنته لهذا الكلب قام قلعني وكسر بخاطري وحرق فؤادي الله يحرق فؤاده امين جبت له الشباب طبشوا له البيت فوق راسه وساووا له يا طربيش وعملوا له قتله هو ومرته وبنته اللي كنت بدي اخطبها بقى شو قلتوا نشوف الشباب لما نقرا الفاتحه صرنا بنصها سمعونا الزغليط فواشة ولك فواشة الله يغضب عليك خير يابا شو وين كنت يابا صلي ساعة بصيح عليك ابا طعم الحمام يابا فوق طعم الحمام اقعد يابا اقعد لكلك بدك تروح تجيب لي الفاس بتعرف الفاس اللي بيحرطوا فيها الحيطان ولك الارض ولك خويث الارض بتروح على رام الله عند دار عمك محمد وبتقول له بيسلم عليك ابوي وبقول لك اعطيني الفاس بتجيبها وبتضل جاي رام الله يابا رام الله يابا يلا قوم شو مالك بحلك فيني ولك حاضر يابا ما كلم روتك قال رام الله شو رام الله 10 تكايك بالطياره واربع ساعات خمس ساعات مشي اضرب مخوثك والله ما كلم روتك الا انك منه ومن امك الله يغضب عليك وعليها هاي يابا شو صار معك جاي كاعت عبد الهاد بيسلم عليك عمي ابو محمد وبقول لك فيش عنده فاس يابا مش مشكلة يابا اوصل على بيت لاهل عند عمتك فوزية كله بيسلم عليك يا ابوي وبيقول لك اعطيني الفاس بتجيبه وبتضل جاي عبيت لاهي يا يابا عبيت لاهي يابا يلا قوم انا ان شاء الله بموت الله يابا ان شاء الله وانت بتعملها وبخلص منك وصلت يا مغضوب شو صار معك ولا بتسلم عليك عمتي فوزية بتقول لك فيش عندها فاس يابا مش مشكلة يابا توصل على نابلس عند عمك ابو منيب وبتقول له بيسلم عليك ابوي بقول لك اعطيني الفاس بتجيب الفاس وبتضلك جاي بس عمي منيب مش بنابلس يابا لا وين عمك ابو منيب ولا راح على مخيم اليرموك بسوريا يابا عن جوز بنته عمك ابو منيب مخيم اليرموك مش مشكله يابا قوم جيب الفاس تاعنا من تحت الدرج واشبكنا على الارضيات الفاس تحت الدرج كتير 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 مستحلاية يا خالي يا خالي شو حلوة الحكاية ما قلتي لي شو الأسباب عليك بدي دق الباب واسأل عنك المراية 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 اجيتي يا وزاع ولك تقبري قلبي تعال تعال تعال
وزم هيك وزل تنور عينك ان شاء الله الوزام. هذا انت هذا عم بعيونك العمش وجابك ولا او تعطيني سيجاره ما بتعرف تحمل باكيت العمش تهيت مرة يشوف دمي اللي هوت سيجاره خود انضرب هاي سيجاره خود ها شو عم مش حداك ما اغلظك العمى صب لي كاسه شاي خود انضرب صب لحاله اوكي خياه خد كاسة الشاي وروح خدها معك الله مع دواليبك يلا قوم روح قوم روح هاي رايحين رايحين ليش كرهنا هيك لك ما قلت لي ليش ترك الشخطورة على الشط مكاسح اليوم خيي يرحم أبوك لو جب لي سيرة البحر العمل ايه والله العظيم كرهانه للبحر لك شو السبب خيي هذيك المرة اكسحت بهالشخطورة صرت وين بصدر البحر فردت لك هالشبكات وشعلت سيجارة وقعدت ناطر هالسمكات علي الحلال علي الحلال طلع لي حوت بيجي 30 متر لا لا هلا ما 30 يمكن 27 متر ابو اسكندر خي علي الطلاق بيجي 25 متر اطول بالك شوي كرمالنا هلا ما بعرف الحقيقه يمكن يكون ما حوتة لكن يمكن يكون تنين لا لا ولا بكل البحر المتوسط لا عنا لا حيتان ولا توانين لكن شو هذا اللي طلع لي لك يا ابن الحلال هذا اكيد وهم الله اكبر وهم اللي طلع ليه ولك انت مستعله للوهم علي الحلال كان بلعني انا والشخطوره مثل ما عبد الله أنا يا أختي أنا أهلين مين وأنت؟ أنا جاركم أبو زهير مين أبو زهير؟ أبو زهير الأعمى شو بدك؟ جايب لك معي شغلة يقطع عمره هلا شو جابه؟ بدي أقعد إلبس وأتلبس وحط على راسي خير قلنا لك خير مرحبا جارتنا أهلين جايب لك هدية مشان شو؟ والله بوزع هدية على الجيران كلها وقلت أجيب لك فرد مرة إيه مشان شو؟ لا الحمد لله اليوم عملت عملية والحمد لله فتحت وصرت أشوف شو؟ عب أشوف أنا هلا ولي على عيونك يخرب بيتك طبي بالك يا جارتنا ليش ما تحطي صبغة على شعرك؟ عطلك حمى إلهي يخرب بيته من حاله يخرب بيته من حاله ولي على عيونه شلون هيك أنا انكشفت عليه والله كان لازم حط على حالي شيء بس الدرس هم والله حليانين عيونه بعد العملية دخيل العين الكحلة والأدنين صغار وتمي زي الفستق ويسلم لي المنخار كمان ايه هذا اللي كان ناقص بقى واقف عم تتغزلي بحالك بالمراية مين مفكر حالك يا بعدي ليكون مفكر حالك جمال العلي ومالي درياني مل قلبي من القصة طق قلبي من القصة لك يخرب بيتك والله العيش اللي عايش فيها ما حدا عايش بحياته بزمانه ما حدا عايشها حاجة بقى ولك حاجة مللتني طققتني لك كرهتك لك بصندوق كورك كامل ما هضمتك عمرك لا تهضميني بالناقص ما تهضميني ولك اخ لك اسأل الله لما كنت بالمدرسة ولك البنات كانوا يموتوا فيني البنات عدي على أصابعك شدى وندى ولبنى وسميرة وحليمة حليمة لك دخيل الله حليمة لك اخ يا حليمه اخ كانت تموت فيني الله وكيلك كانت تموت فيني اكثر شغله كانت تحبها فيني هي الخشب الخشن اي والله لو ما كانت حولها ما كانت حبت هالزلمه ولي على قامتي لك ولي على قامت مصيبتي فوق هيك طلعت حبلك كمان حبلك حبلك طبعا انا بدي اياكي حامل
بدي اياكي تفوتي بالاول، فالثاني، فالثالث، فالرابع، فالخامس، هيك لتوصلي للتاسع. معلش وصلي للتاسع، خلي يجي الولد بعد التاسع. شو عليه؟ اسمعي لي، بدي انا الولد افتخر فيه، بدي اياه يحمل اسمي، مو بس هيك يشبهني. انا يشبهني. قال يشبهك؟ قال هي الشغله الوحيده اللي ما رح تزبط معك. وايش تعملي مخصار؟ شو بتني زي الفستق والقلمين صغار؟ غار 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 غار. خير، انت شو عم يصير معك؟ خير؟ من يمدي جي الخير يا دكتور؟ من يمدي جي الخير وانا مناماتي كلها يا تخواريف؟ خواريف يا دكتور، خواريف من العمو بالطابق كرة قدم. خواريف عم لعبوا كرة قدم؟ لك خواريف من العمو كرة قدم بالملعب، ولك حتى الحكم المباراة والحكام الحواله خواريف، المعلق خاروف، لك حتى الجمهور كله خواريف يا دكتور. دخيلك ساعدني. قدي ساعة الملعب اللي شفته انت؟ الملعب يعني شي فوق 100 متر كله خواريف. وعدد الجمهور قديش كان؟ عدد الجمهور بدك تقول يعني من 100 لـ50 ألف كله خواريف. طيب انا حكتب لك دواء، شغلتك بسيطه ما في شيء، انا حكتب لك دواء. وهذا الدواء بتشربه كل يوم وباذن الله، ولازم تبلش فيه من اليوم. شو دواء؟ ايه دواء. ومن اليوم بتبلش فيه باذن الله بتروحي لحالك. دكتور شو من اليوم يا دكتور فيني اقول لك شغله بس؟ معلش بلش من بكره انا بالدواء. وليش بدك تبلش من بكره؟ دخيلك يا دكتور، بس من بكره يعني بدي اقول لك شغله، بكره المباراه النهائيه ولازم احضرها. اكيد اليوم مباراه نهائيه. اي والله. تذاكر وين عم يبيعوها؟ في واحد على باب الملعب واقف خاروف، معه بطاقات بيعطي الكل، روح بفوتك. اي ساعه المباراه؟ 2:30 المساء. يلا. بتعرفي يا ام كريم؟ اللي عم فكر عمر غرفتين تعنيات هنيك من هديك الجهه، شو رايك؟ الله يخلي لنا اياك، تعمر يا ابي انت الحمار الابيض. انا الحمار ولا حيوان؟ لك لا، مو انت، مو هيك قصدي، بس انت الحمار. لا بس انا الحمار الابيض. مو هيك قصدي انت الحمار الابيض، قطع الحبلة وفلت على المسكبة ونزعك اللي شتلات. وانت وينك؟ ليش ما تمسكه وترجعه وتربطه؟ لك انا ربطته منيح. والحمار الاسود وينه؟ لك انت الحمار الاسود ربطته بايدك منيح. انا ما عندي حمار اسود وحمار ابيض، عندي حمار لابس ملون. لك وين بدي؟ ولحظة ولا والله لك اكسر لك اجريك واقلع لك عينيك وشلت لك ادنيك، فهمت؟ يخرب بيتكم ما بتفهموا ما بتستحوا، يا عيب الشوم عليكم. لك انا شو بدي فهمكم؟ يا ابو كريم ليش عم تبهدلوا لهالحمار؟ ليش عم بهدلوه؟ لازم اضربه كمان. وليش بدك تضربه؟ طيب الحمار اللي قبله غلط، بس هاد شو ذنبه؟ لانه هاد اذا فلت بيعمل اكثر من هداك. يا ابي انت الحمار الابيض كمان مدلله. انا شو؟ لا الحمار الابيض انا فعلا حمار اللي خلفت هيك تخلفه حيوان. يلا لا شو لك نوصل فيها سن عسن، كله مسوز وكله مكسر. والله يا الحكيم، ما يعلم بوجعي غير الله. ومش هو هيك صاير معك؟ وقعت يا الحكيم على فمي وتكسرت كل فنوري، ومثل ما انك شايف يا الحكيم. خير سلامتك. الف سلامة. المشكلة يا الحكيم اني لا اقدر اكل ولا اقدر اركض كمان. قلت لي ما بتقدر تاكل، فهمناها، بس ما بتقدر ترقد. ليش؟ لاني ما اقدر اعض على ثوبي بسنوني يا الحكيم. ايوه، ما بتقدر تعض على توبك بسنانك. إيه؟ لا بدي خليك تعض وبدي خليك تركو. كفر الله خيرك يا حكيم، مريك تسنون اتحط ورا عمك. خلص يا حكيم، شو قلت؟ خلص يا حكيم اتحط مريك تسنون مريك تسنون. Thank you.
سامحك شو هالحكي؟ شو راغب علامه؟ لك شو بكي انت؟ والله وائلك فوري بجنن دخيل عينه. ايه بعدين ما سمعتي اخر كليب نزل له قد ايه حلو؟ بالله بعدين شيلك عن هيك يعني والله كثير حليوه. شو بكي؟ ايه تقبشيني. اسمعي له اخر كليب والله نصيحه. لك شو بدي اسالك صحيح، منين بتجيبي غراضك انت وثيابك؟ اه والله لا والله نحنا كل سنه بنطلع باريس انا وجوزي، بقى بنشتري كل شيء من هنيك. ايه حبيبتي جوزي مهندس قد الدنيا. فؤاد مهندس. بالله شو هالحكي؟ والله منيح. بعدين حبيبتي ليك نحن عندنا سيارتين، وحده سودا وحده حمراء. ايه اخر موديل. ايه حبيبتي والله وانا اكثر متشوقه لاني اتعرف عليكي. ان شاء الله ان شاء الله بركي هيك بتخطفي رجلك هيك بهاليومين وبتمرقي لعندي. ايه يا حبيبه قلبي. ايه يا قلبي انتي والله كلك ذوق. ان شاء الله ان شاء الله حبيبه قلبي ان شاء الله. الله معك. مع السلامه حبيبتي. مع السلامه. الله معك. الحمد لله على السلامه. ما في بالعاده تعدي نص ساعه زمان، بالعاده بتعدي ساعه ساعه ونص على التليفون. شو صاير اليوم؟ يا شو بعمل لك اذا النمره طلعت غلط؟ خلي قصتنا تغلي دراما دراما، ماني قادر على الكوميدي يا نيشان. خلي قصتنا تغلي دراما دراما، ماني قادر على الكوميدي يا نيشان. على الجرح لا تحط ملح، رشة كمون واعطيها فوق الرش عصرة ليمون. خلي قصتنا تغلي دراما دراما، ماني قادر على الكوميدي يا نيشان. Let's go.